فرض عقوبات ردعية للمتحرشين في السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم موجز الأخبار من قناة أخبار عامة منوعة. إخواني، قبل بداية هذا الخبر أدعوكم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. قررت المملكة العربية السعودية فرض عقوبات التشهير بحق المتحرشين حسب جسامة الجريمة. جاء ذلك حسب ما وافق عليه مجلس الشوري السعودي اليوم الأربعاء، حيث صوت المجلس في جلسته على الملف المحال إليه من مجلس الوزراء بإدراج عقوبة التشهير حسب جسامة الجريمة وتأثيرها على أن يكتسب الحكم الصفة النهائية وفق صحيفة سبق المحلية. وأعلن المجلس عبر صفحته الرسمية على مواقع تويتر، وافق مجلس الشوري على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش الصادر بالمرسوم الملكي زي الرقم 96 والتاريخ 16/9/1439 هجري، وبذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع. وقبل الموافقة على العقوبة، شهد المجلس الشوري السعودي جدلا واسعا بين أعضائه المؤيدين لعقوبة التشهير، واعتبرها عقوبة ناجحة لردع كل من تسول له نفسه في التحرش والرافضين لها بحجة أنها عقوبة متعدية وضررها أكثر من فعاليتها، حيث تمس أسر ومحيط المتحرش. فيما أعرب أغلب السعوديين خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي عن رفضهم بهذه العقوبة الرديعة لكل من تسول له نفسه القيام بالتحرش، مما يؤدي إلى تقليص ظاهرة التحرش في المملكة.